بسم الله والحمد لله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، أي جزء من الكتاب، أي من الوحي، يعني ما عندهمش لا توراة ولا إنجيل ولا زبور، يكذبوا علينا تمام الكذب، لأن الناس عندهم لا حياء. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هؤلاء فاقدين الحياة بالتمام، وكل يعمل لك العشمة يمثل لك فيها. انظر الفنون اللي يقولوا هي فنون، سواء كان تصوير ولا أفلام ولا قصص واقتصاد، شو بالضبط صنيعهم تلقى يستحيل تفيح منها الآثار هذه، يفوح منها نظافة وعفافة، يفوح منها صدق، صدق في العمل وصدق في المنطق. يعني شوفهم في العنف لعينهم، الأفلام ما يناش أو رايجة، خاصة دمرت أمة الكرب، هي أفلام العنف. يعشقوا العنيف والذكي، يعرف يدمر بسرعة، ويعرف يلهب بالنيران، ويعرف يقلب الموازين اللي سارت عليها الأمم منذ زمان. عندهم كل ما قلب الحقيقة وقلب المثل العليا هي معاول هدم، ويستغلوا كل طرق التمثيل والكتابة وكل يسخروها لكي يجملوا القبيح ويقبحوا الجميل. اللي أمر بربي أن يوصل يفصلوه، والعكس كذلك. يعني ما قال له حتى مكان ما فزدوش هؤلاء اللئام، نسأل الله السلامة.